أسيب الحبايب يا بلبل يا طاير في موجة حسين. معلش انا عارف، انا عارف يا حبيبتي، انا عارف. روقي نفسك بس. تحب اعمل فيه ايه؟ ارفضه من الشركه من بكره. طب بقول لك ايه، هكلمك بعد شويه عشان في حد بيخبط على الباب. طيب طيب يا شفت اللي حصل لك؟ ايه حصل لك ايه؟ طلعوني حرام. بقول لك بنت عمي اللي انا بحبها وموت نفسي علشانها طلعتها حرام، وطبعا في فلوسها كمان. مش معقول يا سوس، اكيد انا مبقوع عزومه، اكيد مبقوع عزومه من واحد ابن حرام عايز ترك الجيزه. طبعا اكيد، بس ما عرفتش مين؟ لا لا اعرفه، ان انا اتضربت وطردت براندين. يا ساتر طردت براندين. يا ساتر معلش، انت ايه ده؟ ايه ده يا سوس يا اخويا؟ خلاص الدنيا دي باظت، الواحد ما عادش عارف بقى فيها ايه. خد خد اشرب عشان تروق كده هو وتفوق. اروق ايه؟ انا عايز اقلب على بطن موت بس كفايه. خد التاني ده هيعدلك دماغك. شوف ادي اللي كنت فاكرها بتحبني وراحت تخطبني، يضربوني ويطلعوني بره البيت. يا ساتر يا اخي، ما تستغربش بقى لو بكره كمان رفضوك من الشركه. ومين عايز يقعد لها فيها؟ ولا يقعد لها في الدنيا بحالها؟ ده انا من ساعتها يا سامي وانا عايز اموت نفسي. تموت نفسك؟ وهي الحياة من غير بلبل تسوى حاجة؟ خصوصي انت بتكلمني دلوقتي وانت فايق ولا وانت سكران؟ دي اول مرة في حياتي اشرب حاجة غير الخروب، لكن انا فايق قوي قوي. انت اكيد اتجننت. حقيقي فكرت في الانتحار؟ حقيقي حاولت تنتحر؟ ايوه حاولت انتحر بس طلعت جبان جبان. انت عايز نصيحتي ولا عايزني اغشك؟ تغشني ليه؟ وانت عمرك غشتني؟ ولا انت فاكر نفسك فتك قوي يعني عشان تغشني؟ شوف الشيء الوحيد اللي حافظ لك على كرامتك مع نبيله هو الانتحار. صح صح، وانا كمان ما اقدرش اعيش من غير كرامه. لا وايه ده، الانتحار هياكد لنبيله انك ما كنتش بتعرفها عشان فلوسها، وان الحياه من غيرها بالنسبه لك ولا حاجه. ايوه صح، عشان تندم عليا وتفضل طول عمرها فاكراني مش كده، وتتعقد وتروح سرايه المجانين وتفضل فاكراك انسان نبيل شريف مش مطرود من حياتها، وانت غشاش وحرامي وبتاع فلوس. ايوه صح صح صح، بس انا انتحر ازاي وانا جبان؟ بسيطة، انا عندي حتة فكرة. هأجر لك سفاح يقتلك. يوم لا ما تخافش، ده انا هخليه يعملها من غير ما تحس بأي حاجة، ولا حتى تعرف الميعاد امتى ولا هيصطادك فين.